السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المخيف الذي صور داخل المطعم إلى الشباب الذين كانوا في القبو فحصل لهم شيء مرعب. سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مخيفة وغامضة صورت الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. Melissa, what are you doing? Dude, come on, man. What? I just lost like 50 bucks. What are you doing over there? I think I found a mouse in here somewhere. مجموعة من الشباب كانوا في المنزل وفجأة حصل شيء مرعب لحد كبير. يعود هذا الفيديو لسنة 2010، رغم أن ما ظهر في الفيديو كان مخيفا ويبدو واقعيا لحد كبير، ورغم أنه قديم إلا أنني استغربت عندما وجدت بأن عدد مشاهداته كانت حوالي 500 مشاهدة فقط، ولم يتكلم عنه أحد من قبل. المهم في هذا التسجيل، يظهر مجموعة من الأصدقاء يقضون بعض الوقت في القبو بمنزل صديقهم، وفجأة حصل هذا الشيء. Lois, how are you doing? Dude, come on, man. What? I just lost like 50 bucks in cards. You can get over it. I know. I'm gonna just have to. Stacko, what are you doing over there? I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude, it's dark. Outdoors. Okay, turn the lights on! Turn the lights on! Dude, I'm not staying with the mouse! Turn the lights on! Turn the lights on! I'm not staying with the mouse! I'll do this. I can't see anything! There's no mouse in here. There's something in there! There's not! Did you get it? I can't see it. Dude, did you get the mouse trap? Yeah. The mouse was really good. Alright, whatever. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. What are you doing over there? I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude, it's dark. I can't find it. Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not staying with the mouse. Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, it's dark. I can't find it. Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not staying with the mouse. اعتقد الشاب بأنه رأى فأرا في الغرفة المظلمة، وبدأوا في البحث عنه داخل الغرفة، لكن لا أحد انتبه لظهور ذلك الشيء المخيف خلف الشاب، والذي كان لديه وجه مثل البشر لكن بملامح غريبة ومرعبة لحد كبير. أصيب الشباب بالصدمة والرعب عند مشاهدتهم لهذا التسجيل في وقت لاحق ورؤيتهم لذلك الوجه المرعب، حيث أنه في تلك اللحظة كان ذلك الشاب لوحده داخل تلك الغرفة، لذلك يعتقد بأن هذا القبو مسكون، فما رأيكم؟ تم تصوير هذا الفيديو المرعب والغامض بواسطة كاميرا مراقبة في مدخل إحدى المنازل في جامايكا في شهر يناير من سنة 2023. في التسجيل تظهر امرأة خرجت في الليل من المنزل متوجهة نحو السيارة لإحضار شيء ما بداخلها، وفجأة حصل شيء مرعب لحد كبير، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. عندما خرجت الامرأة وذهبت للسيارة، فجأة ظهر مخلوق أبيض شفاف قادم من جهة الغابة، ذهب نحو الباب الذي تركته الامرأة مفتوحا ودخل للمنزل.
من الواضح بأن هذا لم يظهر بسبب خلل في الكاميرا، لأن كل شيء كان يظهر بشكل واضح باستثناء ذلك الشيء الذي يبدو شفافا. يعتقد بأن ما ظهر كان مخلوقا غريبا أو جنا قادما من الغابة تسلل لداخل المنزل، لكن في الآخر يبقى الحكم الأخير لكم. شاركونا تفسيراتكم في تعليق. تم نشر هذا الفيديو المرعب والغامض على تويتر. حسب ما يقول المصدر، فإن هذا الفيديو صورته امرأة تعيش لوحدها في المنزل، ففي وقت متأخر من الليل استيقظت الامرأة على صوت ضجيج قوي يأتي من جهة المطبخ، وتفاجأت عندما وجدت بأن الكهرباء قد قطعت، فحملت الهاتف ومصباحا يدويا وذهبت لاستكشاف الأمر، لكن ما حصل لها كان مرعبا. فلنشاهد التسجيل. أصيبت بالدهشة والخوف عندما فتحت الباب ووجدت المطبخ في حالة فوضى. بعد ذلك وفجأة أغلقت أبواب الخزانات، وقد كان الأمر مرعبا جدا لدرجة أن الامرأة صرخت من شدة الرعب وهربت من المنزل. فتاة وصديقها دخلا للمطعم، وما حصل بعد ذلك كان مرعبا. يعود هذا الفيديو لشهر أبريل من سنة 2021، وقد تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة داخل إحدى المطاعم. في بداية التسجيل يظهر شاب يدخل المطعم وبرفقته صديقته. في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي ويبدوان كصديقين عاديين، بعد ذلك بدأت الأمور تصير غريبة. ترغمها على الجلوس بقربها، ومن الواضح كذلك بأنها خائفة وتحاول أن تثير انتباه العاملين في المطعم. بعد ذلك حصل هذا الشيء. كتبت الفتاة في الورقة بأنها تحتاج للمساعدة، وقالت بأنها تريد تغيير الأكل، ووضعت الورقة تحت الصحن، فقرأت العاملة في المطعم ما كتبته الفتاة، ثم قاموا بالاتصال بالشرطة.
مجموعة من الأصدقاء دخلوا لمدرسة مهجورة، لكن ما حصل كان مرعبا. تم نشر هذا الفيديو على اليوتيوب سنة 2021. في التسجيل يظهر مجموعة من الأصدقاء قرروا التسلل والدخول في وقت متأخر من الليل لمدرسة لينكولن الشهيرة. هذه المدرسة تم إغلاقها. إلا المهم، عند دخولهم في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، لكن ما حصل بعد ذلك كان مرعبا. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. في الأول سمعوا صوت ضربة قوية، وعند نزولهم للقبو فجأة ظهر لهم شخص بملامح غريبة ومرعبة وكأنه ليس ببشر. وفي هذه اللحظة شعروا بالذعر وهربوا من المكان على الفور. هناك من يقول بأن ما ظهر لم يكن سوى شخص عادي يلبس قناعا مخيفا كان يختبئ داخل المدرسة، فيما يرى آخرون بأن هذا ليس ببشر عادي. لكن في كلتا الحالتين يبقى هذا الموقف مرعبا جدا، ولا يتمنى أي شخص أن يقع فيها. فما رأيكم؟